كابتن هشام، كابتن هشام حنفي معانا. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ازيك انت حبيبي، مبروك، ربنا يخليك. طبعا مبروك قناه الاهلي بنورها واطلالها الجديد، مبروك ليك كابتن هاني رمزي، طبعا واجهه مشرفه وواجهه كبيره ومحترمه وقائد للنادي الاهلي، اكيد مبسوط جدا وانا بتفرج عليك لان انت واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، فمبروك للنادي الاهلي وجمهوره على القناه وشكلها الجديد. انا سعيد جدا جدا كابتن هاني، وتحياتي طبعا للنجمين الكبار اللي عندك اكيد طبعا كابتن عصام عبده وكابتن محمد عبد. لسه يا شباب بنتكلم على نقطة مهمة جدا، ان ساعات التأثير المعلق على المباراة بيكون ليه اثر كبير جدا جدا على الناس اللي بتتفرج او الناس اللي بتسمع، فممكن جدا تلعب مباراة انت شايف انك لعبت مباراة كويسة وتخرج تلاقي العكس، فانت ايه رأيك في الموضوع ده؟ بص يا كابتن هاني، انت اكيد راجل خبرة برضو، زميلنا بعض في الملاعب في المساحة، لكن هي نقطة فعلا دلوقتي في التعليق، يعني قلما لما تلاقي حد بيعلق اللي شايفه واللي صح، ممكن يعني لو هشام النهارده مش موفق بس هو عنده خلفيه وعنده فيدباك على هشام حنفي ان هو اداؤه متميز اداؤه عالي، فهيبقى بيلتمس له عذر لما يجي النهارده يتكلم على هشام حنفي ما يفطسوش، في معلقين شاطرين جدا يعرفوا يفطسوا ويعرفوا يعلوا، يعني انت ممكن تبقى انت واحد مش في الحسبان خالص يطلع لك كل ماتش هو نجم المباراه مع ان انت شايف عكس ده، يعني انت شايف عكس ده. انا اخلي يعني هم الكباتن يردوا عليك، يعني هم بيتكلم صح يا كابتن، بيتكلم صح كابتن عصام. انت سخير كابتن هشام، نور يا كابتن عصام. بص كابتن هاني، المعلق ده زي انا بقول لك زي يعني طبعا مع فارق وتشرف بالمهنه، مهنه القاضي، انت بتبقى واحد داخل الماتش عندك فرقتين لازم تديهم حقهم تمام التمام، يعني أربعة بيدخلوا المباراة، الحكم والفرقتين والمعلق، أنا بشوف كده. أنا بدخل يعني أنا بشجع عصام عبده، لازم أنا اللي أفوز بالمباراة، فلازم أفوز بالمباراة فريق واتف أي فريق، ماليش دعوة بألوان. بس الكابتن هشام بيقول ممكن تفطس لعيب، طبعا يعني بيبقى عامل مجهود كبير جدا. أنت هنا في طبعا الضمير هنا لازم تدي كل واحد حقه من الـ 22 لعيب اللي بينزلوا، من اللي بينزل حتى غير الماتش، يعني مثلا في بطولة أفريقية كان جده بينزل يقلب الدنيا والعالم كله كله، فانت لازم حتى اللي بينزل اخر 10 دقايق اذا غير ده بيفرق معاك كتير قوي يا كابتن هاني، اولا في الضمير، ولازم تدي كل الفريقين حقهم لان كل الفرق عندها جماهير وتحترم ولابد تحترمهم ولابد تحترم الشاشه وتحترم مجهود اللاعب اللي لعب، ولما بيكون مش في يومه في البيت دي ما تخلصش عليه، لان طبعا ممنوع المعلق يقول كلمات جرحه، ممنوع طبعا يعني يستهزئ باللاعب، ده كل ده خطأ جدا كارثي طبعا. كابتن هاني وكابتن محمد اتفضل يا هشام، يعني الله يرحمه طبعا كابتن محمود بكر، يعني حاجه قامه كبيره جدا جدا في التعليق وحببنا في حاجات كتير قوي. جميل جدا. يعني والله في مره كنا بنلعب في حرس الحدود وهو ما بيحبش عبد الحميد تسيوني، رغم ان عبد الحميد في كل ماتش بيقول هو ما بيحبوش ما بيدلوش حقه، ففي ناس من النادي قالوا له يعني تسيوني يعني خلي بالك منه شويه. فالمهم الماتش اللي بعديه قلنا خلاص تسيوني بقى نجم المباراه، يوم الماتش برضه نفس القصه، تسيوني يجيب جون ولا يصيب، ولما يجيب جون يقول اي حد تاني، سبحان الله ما كانش بيحبه. فطلع في مره كنا معزومين يضغطوا عليا انا ما بحبش تسيوني، طب اعمل ايه؟ قالها صراحه كده يعني خلاص يعني. والله العظيم كنت رايح قالها لنا واحنا قاعدين حتى تسيوني موجود، يعني وقعنا نفسنا من الضحك، قال لك انا اعمل ايه؟ طب انا ما بحبوش، طب ايش طريق لعب؟ طب في ماتشات انت يا هشام نفسك مريت بالتجربة دي، يعني انت حسيت انك لعبت مباراة جيدة وخارج مبسوط من نفسك ولقيت العكس بسبب المعلق، يعني مرت عليك حد بلغك؟ انا كنت اساله، كنت هعمل مذيع واساله والله اسال لك يا جلاله كم شغل قليله جدا يا كابتن هاني، طبعا كتير او ما حصلتش بصفه يعني خاصه على شق انا فيه، لكن بتحصل ساعات انت بتحسها انك مكسر الدنيا قوي وتطلع تلاقي ان انت في التلفزيون عادي، مع انك في الماتش تبقى حاجه جامده جدا في الملعب وتجري وواخد مساحات وبتعمل اللي عليك، وتطلع في الماتش ترجع البيت يقول لك إيه انت ما كنتش كويس النهارده، ممكن ايه ده انا الراجل اشاد بيا والجهاز الفني كله اشاد بيا، وفي نفس الوقت لا انت ما خدتش حقك في التلفزيون، فهي بتبقى قليله يا كابتن، يعني هي فعلا زي ما بقول لك هي الضمير، فبتطلع لك حاجه مهمه جدا الضمير، لو انت عندك ضمير بجد فعلا وعايز تدخل تستمتع بالكوره وتستمتع باداء اللاعبين هتقول اللي انت شايفه، يعني فهي دي اهم حاجه خلي بالك.
لا جزئية مهمة جدا، والكباتن الموجودين معانا النهاردة كمان بيأيدوا كلامك، لأن ربنا مجهود يا كابتن هاني، مجهود بيبذل. وانت ممكن تخلي بالك ممكن تلعب في مستقبله، يعني ممكن تحول لعيب من لعيب عادي لعيب للمنتخب. والناس قاعدة بتسمع، الناس قاعدة بتسمع كابتن وبتتأثر وكده. فالكلمة مهمة جدا، وكل واحد يبذل يعني في مجهود بيبذل. ولو انت فعلا عندك خلفية عن لعيب بتاريخ بإرث ما تجرحوش يعني في لا لا الماتش التعليق صعب جدا يا كابتن هاني، صعب جدا. وانت لو ما عملتش كنترول في أوقات كتيرة ممكن تضيع حقوق ناس، ده مجهود وده. وبعدين خلي بالك مفيش لعيب في العالم عاوز يلعب ماتش وحش، فانت برضه لما تروح تخلص عليه وتتكلم عليه بطريقه مش كويسه في تغطيه مش في خلاص يا هشام ارجع بقى العب تاني يا هش وخلاص انت ضمنت كده. انا ارجع بقى خلاص وهتلاقي ان شاء الله نفسك في المنتخب. كان لعيب كبير كابتن هشام حبيبي، كان لعيب كبير مع بعض، انت لعيب كبير يا هشام. جدا انت لعيب كبير يا هشام، شرفنا بوجودك في البيت الكبير، وان شاء الله تشرفنا هنا بقى ان شاء الله ونتناقش بقى في ايام زمان والنادي الاهلي وبطولاتك ان شاء الله. كل سنه وانت يا هشام.